استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة سعادة السيد وليد العلوي في مستهل اللقاء. رحب سموه برئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة مثنيا سموه على جهود الاتحاد في وضع الخطط التي تسهم في الارتقاء باللعبة. واستمع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لشرح من رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة حول البرامج التي وضعها الاتحاد للنهوض بمستقبل كرة السلة البحرينية والارتقاء بمنظومتها الإدارية والفنية، بالإضافة إلى تطلعات الاتحاد إلى مواصلة الجهود التسويقية للمسابقات على الشكل الذي يرفع من مستوى الفرق ومنتسبيها، والذي يعود بالفائدة الكبيرة على المنتخبات الوطنية ويدفعها نحو الظهور بمستويات مشرفة والمنافسة على إحراز النتائج المتميزة في مختلف المشاركات. من جهته أشاد رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة سعادة السيد وليد العلوي بالدور المميز الذي يطلع به سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لدعم الألعاب الرياضية، مؤكدا أن الاتحاد يسعى للوصول بهذه الرياضة إلى مستويات متقدمة تساهم في تحقيق نجاحات جديدة لكرة السلة البحرينية.